غادي نطوي هنايا سنتيم ونص وندوز عليه بالخياطة. هنايا راه درت لها لوغلي كنطوي جوج طويات صافي. دابا غادي نلصق الجيب ديالي، نجيبو لهنا المنتصف غادي نطويها هكا على جوج من هنايا، غنعلم المنتصف هنا ونجي لهنا وغادي نعلم. صافي هنا غادي نطوي سنتيم من هاد الجهة، غنطوي سنتيم وندوز بالخياطة من هنا، ندوز من هنا ومن هنا يعاود هاد الجهة التانية نطوي سنتيم ونولي نخيط هنايا. صافي هذا هو الجيب ديالي راه لصقتو، راه ساهل هاد الجيب هذا، وتخيطوه قبل ما تمونطيو الكتاف والكمام باش كيجي ساهل الخياطه. دابا غندوز نمونطي الكتاف، هذا الكم ديالي غادي نطوي هكا على جوج وندير ونعلم هنا بالطباشير في المنتصف ديال الكم هكا. وغادي نشد هاد الباندا غنديرها هنا، غادي نشدها بالباندا هنا من الفوق، غندير لها خيط ابيض باش ما يجيش كيبان الخيط الكحل هنايا في هاد الباندا. مشيتو لكم ديالي الكم الثاني غندير له نفس الطريقه. من تكونوا كتخدموا ما تجبدوش الثوم، غتحطوه هكا كيمشي ما مجبدش ما متيريش باش ما يجيش مبوق، باش ما تجيش السفيفه دايره داك التموجات هذا الباندا. هنا السروال راه علمت هنا في المنتصف ديالو القطعه الفوقانيه، علمت المنتصف وغندير فيها داك الباندا. هذا القب ديالي غادي نخيطه، غادي نخيط من هنايا. نجيب ثاني ندير الوجه عند الوجه ونخيط عاود نفس الطريقه.
هذا غنجيبو هذا القب هذا هذا الكفة وهذا الكفة وغنجيبو هاد الخياطات هادو بجوج اللي عندنا هنا في المنتصف ديال القب غنحلو هاد الخياطة مع هاد الخياطة الكحل راه ما كيبانش مزيان ولكن هذا هو الوجه هادو بجوج الوجه عند الوجه نشدوهم هكا بجوج ونديرو داك الخياطة عند الخياطة اللي في الوسط صافي نبدا الخياطة ديالي من هنا من التحت وندور معاه صافي دابا راه لقيتهم من الوسط هذا هو الوسط ديالهم لقيتهم هذا القب جهه وحده وهذا الجهه الثانيه دابا غادي نقلب نحشي واحد في واحد صافي هنا غادي نخيط واحد نخلي واحد جوج سنتيم ونخيط هنايا باش غنحشي السيور في الوسط داك جوج سنتيم غيجي فيها السيور في الوسط هنايا من الوسط غادي نشدو باش ما يبقاش يتفرق على خو نشدو هكا نحلو ندير هكا الخياطة عند الخياطة ونخيط واحد 3 سنتيم باش ما يبقاش يتفرقوا صافي هذا هو القب دابا غندوز باش نلصقو غنجيب الخلف وغندير فيه كرانه وغنجيب القب ديالي هاد الخياطه اللي عندي هنايا غنديرها مع هاد الكرانه هادي ونشد بالبانجا وغنجي لهنا القب الامام غادي نعلم المنتصف في الراه هذا هو المنتصف وغادي نجيب هاد الجهه هادي نجيب الجهه الثانيه نحط هكا وغنركبهم واحد جوج سنتيم وحده على وحده هذه الجهه ديال اليمين انا حطيتها هنا فين عطراسيت هكا وغنزيدها بهاد الطراسه غندخلها واحد جوج سنتيم هكا ونجيب هاد الجهه الشمال ونحطها عاود وندخلها على الاخرى جوج سنتيم بحال يجيو متراكبين واحد جوج سنتيم بحال الكروازه يجيو مكروازين واحد جوج سنتيم وغنشد تمايا باللبانكا عاود صافي وغندوز نخيطو هكايا هذا راه ساهل هاد القب صافي هنايا راه درت عليه بالخياطه هذا هو القب ديالنا غادي نحشي فيه السيور هنايا فهاد البليصه هادي هنا كنجي لهاد البلاصه هادي وكنفتح واحد العوينه ولا كنخليها ملي كنكون كنلاقي هاد الجهه مع جهه كنخلي واحد السنتيم هنايا انا ما خليتش غادي نفتح وندير عوينه بحال اللي كنديرها للصدايد راه الاخت كانت سولتني وجاوبتها ولكن هكا من الاحسن تشوف هكايا الا شفت هذا الفيديو هنايا كديري عوينه في هذه البلاصه هذه فين لقيتي هنايا فين عندي هنا دايري الكروازي داك جوج سنتيم كنجي لهنايا للتالي وكنفتح واحد سنتيم وهنا ما تجيها سنتيم
وكندخل السيور ديالي ونخرجو من هاد الجهه هادي، راه ساهلين. فانا مونطي نموطي الكمام، هذا هو الكتف ديالي، غادي نجيب هذا هو المنتصف ديالكم، وغادي نديرو مع هاد الخياطه د الكتف. نبدا من هنا، نخلي سنتيم ونبدا. هنا المونطي من الجناب، هذا الكم ديالي، غنجي لهنايا وغادي نخلي سنتيم ونخيط. هنا غادي نخيط هذا السروال اللي قسمت من تحت الركبه، ديك الخياطه اللي قلت لكم غتجي تجميليه. هنا غندوز عبر الصباط، كيجي على هاد الشكل. هذا السروال ديالي، هنا راه مونطيتو من الحردات بجوج، السورجي غنعاودو بالماكينة ونولي نلاقيه من هنايا، غنبداه من هنايا وغنطلع معاه بالخياطة كامل، ندور معاه الجهة التانية تاني. دابا غندوز للسورجي هنايا وغادي ندير له الباندا ديال السروال من التحت ونركب له لاستيك. هنا راه صاوبت الباندا، خيطتها من هنايا هاد الجهه هادي، هاد الجهه اللي كتيري غادي نلصقها مع السروال، غنطويها هكا على جوج، ندير هنا الخياطه مع الخياطه. غنجيب هاد الكم ديال السروال، الراس ديال السروال من التحت، راه عندي راه درت له السورجي وخيطته، وغادي نحشي هاد الباندا فيه راه مقلوب، وغندير هنايا الباندا مع الوجه ديال السروال ونحشي الطرف. غنجيب هاد الخياطه هادي ديال الباندا ونديرها مع الخياطه ديال السروال هكا، ونشد بالبانكا هنايا صافي، وغنشدها هكا مع السروال ونجبد. دائما الثوب اللي كيكون كيتيري راه كنجبدوه في الخياطه، ملي كنكونو كنخيطو كنجبدوه باش من يجي في اللباس ما يبقاش يطرطق لنا داك الخيط. هنا غادي ندير لاستيك، وقطعت هنا العبار لقياس اللي احتاجيت، كتعبروا العبر اما كديروا النص ديال الدوره، الا كان لاسيك مرخوف كتنقصوا شويه على النص ديال الدوره. انا بهاد الدوره هذه ديالي كامله كنقسمها في النص، كنشد لاسيك من هنا لهنا، من هاد البلاصه لهاد البلاصه هذه. هنا غادي ندير واحد فوق واحد وغادي نرتبهم مزيان.
هنا نجي هاد الخياطه ديال الخلف وندير معاها لاستيك هنا وندوز هنا غير خياطه وحده. راه مولفه كندير كنشد لاستيك هكا وكندوز عليه بالخياطه الاولى وعاد كنولي نطوي هكا وندوز عاود بالخياطه الثانيه. دابا غندير خياطه وحده وندير له هكا. هادوك جوج خياطات كنديرهم غير باش ما لاستيكش لاستيك ما كيبقاش باش ما كيتقطعش ولا ما كيبقاش يتحل ملي كنلبسو. كنصحو به الخياطه وصافي. غنجيب عاود هنا هكا وغنطوي عليه الثوب. كنجبدو كنحشي ليه براد الماكينه هنايا كنبقى غادا وكنجبد. الا بغيتو تزيدو ديرو هنايا في الجناب تزيدو تشدو بالبانكات هنا باش ما يعذبكمش الخياطه. انا هنا راه ما كفاتنيش هاد الباندا حتى للراس وخليت هاد 4 سنتيم ديال لاستيك بلاش. اصلا هنايا غتجي مضرقه وغيجي عليها كيطمار فوقانيه. هاد الباندا هادي ما كفاتنيش وانا حاولت نخلي هاد 4 سنتيم هنايا. صافي كنشدها هكايا وكنجبد. صافي هذا السروال ديالنا كملناه كما كتشوفوا لاستيك ديالي. هذا السروال غادي تقطيع اللي درناه هنايا اللي درناه هنا من تحت الركبه. دابا غنكمل القبيه الفوقانيه كابيتشو الفوقاني غنكمله السروال ديالي. راه دوزت له السورجي هنا من الداخل في هاد الباندا. هادو الباندات اللي غندير في الكابيتشو فوقاني. ندير هنا لوجه عند لوجه وغادي نلاقيهم من هنا وغنلاقيهم من هنايا وغادي نقويهم على جوج. هنايا خيطت هاد الباندا من الجناب بجوج. غادي نشد هاد الخياطة غنحلها ونحل هاد الخياطة هادي وغنديرهم نلاصقهم بجوج هكايا غنطويها على جوج. الجهة التانية غنديرها نفس الطريقة نحل هاد الخياطة مع هاد الخياطة باش متجينيش غليظة من الداخل. نحلهم هاد القبية ديالي غادي نقلبها. هاد الخياطة اللي عندي هنايا فين درت البانكا وغنديرها مع هاد الخياطة في الجنب اللي هابطة لي في الجنب هنايا. نحيد هاد البانكا هكا وغنشدها عاود معاهم وغنجي الجهة التانية عاود وغادي نحشيها عاود مع الخياطه ديال الجهه الثانيه وغندير هاد الخياطه ديال البالطه مع الخياطه اللي عندي في الجنب. البندره راه جاياني ناقصه شويه على هادي باش تجيني جا مع الكابيتشو من التحت بهاد الطريقه هادي. وغنجبدها معاها هكا غنشد الخياطه من هنايا من هاد البلاصه هادي نغرس ليبره ونبقى غادا كنجبد هكا ونخيط.
صافي هنا خيطتها ونحيد هذه الفانقات اللي درت. كما شفتوا هنايا هذه هي الباندا ديالي، هذا بلاصه الجيب ديالي اللي درت معاكم. راه كندوزو على الجيب الخياطه، ما كتبقاش داك الخياطه كتبان لي ديال الجيب اللي درت في الاول، كتجي هذه شاده عليها صافي. هذا هو الكابيتشو ديالنا كوجب، هذه الباندا غندوز لها السورجي من الداخل صافي. الطريقه ديال الباندا الكمام راه بحال ديال السروال، بحال نفس الطريقه. والقب ديالي غادي ندير له السيور، هنا غندوز له السيور، راني قلت لكم بحال اش غادي ندير. كديري عوينه هنايا، اما كديريها بيدك اما كديريها اما كتديها لهذوك اللي عندهم داك الاله اللي كيصاوبوا اللي كيديروا داك التكتاكات ديال الصدايف، كيديروا لك واحد الدويره هكا ديال الحديد هنا وهنا وكتخرجي منهم السيور، ما كانش كديريها غير بيديك. كما شفتوا هنايا البندره جات زوينه مع فيها الكحل وفيها البيض، جات زوينه مع اللون الكحل. هادو هما السيور ديالي اللي غندير في القب، حتى هما راه فيهم الكحل وفيهم البيض باش يجيو متناسقين مع هاد الباندا اللي عندي هنايا صافي. هادي هي الكيطمه ديالنا، نتمنى يكون عجبكم الفيديو، ان شاء الله نحددها ونصاوب لها هاد السيور ونوريكم الشكل النهائي. واللي عنده شي استفسار مرحبا، وما تنساوش تدعمونا باشتراك وبلايك، واللي عنده شي